يعني مش أول عزب انفتح لمحمد، محمد انفتح له عزب 2002. أمن قطابة أخته للشهيد محمد. محمد طول عمره مناضل وطول عمره تعبان، يعني مش أول عزب انفتح لمحمد، محمد انفتح له عزب 2002. هاي الإصابة تقريبا التاسعة. محمد عنده إصابة مستقرة بالحوض من 2002 ودخل موت سريري وأعلنوا استشهاده، والحمد لله ربنا نشله وطلع منها. بس الحمد لله رب العالمين، هاي كانت الضربة القاضية. إلا أنه محمد يعني ما كل ولا مل، ضله مستمر، يعني الإشي بدمه، ضله مصمم، ضله ماشي بهاي الطريق. الحمد لله رب العالمين. أحكي له يا أخوي يعني تكبرت، يعني خلاص بكفيك، تعبت وقدمت، يعني مش ما قدمت، ولكن محمد مصمم. يعني أحكي له هدول يعني باعتبار أولادك المطاردين اللي صغار، أحكي له يا أختي بشفق عليهم. يعني أنا في يوم من الأيام كنت في محلهم، ما كان يعني يرضى إلا إنه يضلوا معه، يفطر هو وياهم الصباح. يعني هاي محمد طيب جدا جدا جدا. انحرم برضو من الخلفة بسبب الإصابات. محمد 40 سنة، مش صغير. الله يرضى عليه ويرحمه ويتقبله. أحن واحد فينا محمد، وأطيب واحد فينا محمد. شو بدي أحكي لك عن محمد؟ يطول الحديث عن محمد. محمد كان كتاب شهادة الأقصى 10 سنين. الفاض شو بدنا نعمل؟ الحمد لله على كل شيء. بعد بعد تقريبا 3 ساعات أو 4 ساعات إنه حكوا لا مش مستشهد، موت سريري، ادعوا له. دعوات الوالدة الله يرحمها، إمي كمان توفت من 2 سنين، كمان هو كتير أثر على موت إمي. يعني كتير محمد حابب يلحق أمي بأي وقت، يعني بأسرع لحظة محمد يركض وراء أمي. يحكي لي أنا مش حابب ليش يا أختي كلها بدون أمي، مش مستوعب الحياة كلها بدون أمي. بعدها أجانا خبر إنه لازال على قيد الحياة. توكلوا على الله ودعوا له. دعوات أمي ودعوات أبوي الله يعطي الصحة، والحمد لله رب العالمين طلع منها. ولكن لليوم لحد أخذنا نحكي لمبارح محمد لسه تعبان، لأنه في عنده رصاصة مستقرة بالحوض ما عرفوا يشيلوها، وعنده مشكلة بالأعصاب في ركبه التنتين. ركبه التنتين عندهم في ما عندهم مشاكل، والحمد لله على كل شيء. بيطلع كل يوم مليون محمد، يعني مش رح توقف لعي الحياة محمد، بس رح يترك فراغ كبير.